يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، هذا هو الحسين. برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء. إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 77 بعد 100. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. لا زلت أستعرض بين أيديكم مضامين العناوين الرئيسة التي قرأتها عليكم في قائمة في الحلقة الأولى من هذه المجموعة. وصلنا في الحلقة الماضية إلى العنوان السادس، رجعة الأئمة. إنها رجعتهم بعد أن تنتهي مدة كرة الحسين الأولى. ورجعة الأئمة هي رجعات ورجعات لأمير المؤمنين، ورجعة
لبقيتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وآخر من يكر منهم إمام زماننا الحجة بن الحسن في عصره القائمي الثاني. قرأت عليكم في الحلقة الماضية الآية 81 بعد البسملة من سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. سبحانه وتعالى يأخذ ميثاق النبيين جميعا، المرسلون وغير المرسلين، كل النبيين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. والكتاب والحكمة عنوان الرسالة والنبوة. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، رسول من الله إلى النبيين، هذا لم يتحقق إلى الآن. متى سيتحقق؟ سيتحقق في مرحلة الرجعة. وإلا لماذا أخذ الله هذا الميثاق المؤكد والمشدد على أنبيائه؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، فماذا جاء في مضمون هذا الميثاق؟ لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ إصري يعني ميثاقي المؤكد وعهدي المشدد. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا. بعد الإقرار ميثاق يؤخذ، إقرار يؤخذ أيضا منهم، وبعد ذلك إشهاد، وهو سبحانه وتعالى يكون من الشاهدين أيضا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية، لكن الآية واضحة جدا في أهمية وضرورة عقيدة الرجعة، بحيث أن الله سبحانه وتعالى جعل ميثاقه وجعل عهده الذي هو فيما بينه وبين أنبيائه لا يطبق إلا في عصر الرجعة العظيمة. أدنى تدبر في الآية يوصلنا إلى هذه النتيجة وإلى ما هو أهم من هذه النتيجة. إذن عنواننا السادس، مثلما مر علينا في الحلقة الماضية وأشرت إليه قبل قليل، رجعة الأئمة. سيعودون كلهم، سيد الأوصياء له كرات وكرات، مثلما
قرأت ذلك عليكم في الحلقة الماضية، إنما أذكركم به على وجه السرعة كي يتواصل حديثي في هذه الحلقة مع ما تقدم في الحلقة الماضية. ماذا قرأت عليكم من الرواية التي رواها لنا أبو حمزة الثمالي عن باقر العلوم، وقرأتها عليكم من مختصر البصائر. فماذا يقول سيد الأوصياء؟ وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة، وأنا صاحب الرجعات والكرات، وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات. هذا هو سيد الأوصياء يتحدث عن وجوده في زمان الرجعة العظيمة. وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة، وأنا صاحب الرجعات والكرات، وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات. نذهب إلى فاصل. مختصر البصائر طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 480، رقم الحديث 530، عن عباية قال سمعت عليا، وعباية هذا من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
قال سمعت عليا يقول أنا سيد الشيب وفي سنة من أيوب، من أيوب النبي، وفي سنة من أيوب، والله ليجمعن الله لي أهلي كما جمعوا ليعقوب. في الدولة العلوية الكبرى سيجتمعون جميعا، وعلي صلوات الله وسلامه عليه ستكون له كرات وكرات مع كراتهم في زمان رجعتهم الذي يبدأ بعد انتهاء عصر الكرة الحسينية الأولى وينتهي بانتهاء العصر القائمي الأول. فالأمير تكون له كرات مع كرات أبنائه المعصومين، وسيجتمعون جميعا في الدولة العلوية الكبرى. الرواية تشير إلى هذا المضمون. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ أنا سيد الشيب. الشيب جمع لشائب، جمع لشايب، يقال شائب ويقال شايب، والشائب والشايب هو الذي ابيض شعره. تحول شعره الأسود إلى شعر أبيض، هذا هو الشائب الذي كثر شيبه، والشيب هو الشعر الأبيض. أنا سيد الشيب، هذا التعبير يأتي منسجما مع التعبير عن الحسن والحسين من أنهما سيدا شباب أهل الجنة، هما سيدا الشباب في الجنة وفي غير الجنة. أنا سيد الشيب، أنا سيد الشيوخ. لماذا استعمل الإمام هذا الوصف؟ لأنه يريد أن يقول من أنني أنا كبير أهلي، كبير قومي، أنا عظيمهم، وسيجتمعون لي ويجتمعون معي في عصر الرجعة العظيمة. أنا سيد الشيب وفي سنة من أيوب. ما هي السنة من أيوب في أمير المؤمنين؟ ماذا نقرأ في حال أيوب في الكتاب الكريم؟ إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنبياء
وإلى الآية الثالثة والثمانين بعد البسملة وما بعدها. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قصة أيوب معروفة لديكم بالإجمال، بلاء عظيم، خسر أهله، عياله، أولاده، أمواله، خسر كل شيء وصحته، ابتلي ذلك البلاء الذي حدثتنا الآيات والروايات عنه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. عائلته ماتت باستثناء زوجته، عائلته كانت عائلة كبيرة، ماتوا جميعا، مات جميع أفراد أسرته، لم تبق معه إلا زوجته. فلما كشف عنه البلاء أرجع الله أفراد أسرته وأرجع غيرهم أيضا، وعاشوا طويلا، وعاش أيوب النبي مع أسرته طويلا. في سورة صاد في الآية 41 بعد البسملة وما بعدها: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، ما المراد من الآية؟ سأعود إلى تفسيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مثلما بايعنا في بيعة الغدير يجب علينا أن نأخذ تفسير قرآنهم من علي وآل علي فقط، لا أن نأخذ التفسير من نواصب السخيفة ولا من نواصب النجف. فهؤلاء يفسرون وفقا للمنهج العمري، أعني نواصب السخيفة ونواصب النجف كذلك، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، أتحدث عن حوزة الطوسي التي تأسست في النجف منذ سنة 448 وهي تنقض بيعة الغدير في كل ثانية من ثواني عمرها وتأريخها إلى هذه اللحظة. هذا تفسير القمي، وطبعة مؤسسة الأعلمي. وتفسير القمي جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية عنهم صلوات الله عليه. صفحة
583 ما يرتبط بالآيات التي جاءت في سورة صاد. والرواية طويلة، بدأت في صفحة 582 بسنده، بسند القمي، عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، موطن الحاجة هنا. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ فرد الله عليه أهله الذين ماتوا قبل البلاء. أهله الذين ماتوا قبل البلاء من هم؟ أبوه، أمه، سائر أهله. ورد عليه أهله الذين ماتوا بعدما أصابه البلاء من ولده وبناته وسائر أفراد أسرته. إنها الرجعة، الرجعة في حياة نبي من الأنبياء. الإمام الصادق يقول: كلهم أحياهم الله تعالى فعاشوا معه، فعاشوا مع النبي أيوب. أقرأ عليكم ماذا جاء في تفسير القمي عنهم، عن صادق العترة صلوات الله عليه. ثم قال: ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ثم قال: ثم قال الله تعالى، قال الصادق فرد الله عليه، على النبي أيوب، فرد الله عليه أهله الذين ماتوا قبل البلاء. ورد عليه أهله الذين ماتوا بعدما أصابه البلاء، كلهم أحياهم الله تعالى فعاشوا معه، كلهم، كل أهله، كل ذويه الذين ماتوا قبل البلاء والذين ماتوا بعد البلاء. واذكر عبدنا أيوب في سورة صاد إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول: أنا سيد الشيب، أنا الشيخ الكبير، أنا سيد الشيوخ. فهو يتحدث هنا عن كل أسرته، من أبنائه الصلبيين ومن أبناء أبنائه، من أحفاده، من أسباطه. لذلك استعمل هذا التعبير: أنا سيد الشيب وفي سنة من أيوب. وبعد ذلك يوضح لنا ما المراد من سنة أيوب. هل هو البلاء الذي نزل في أيوب؟ ووالله ليجمعن الله لأهلي كما جمعوا ليعقوب.
فهذه قرينة لبيان المراد من السنة التي فيه كسنة أيوب، إنها رجعة أسرته، والكلام واضح. الذين ماتوا من أهله من هم؟ أبو طالب صلوات الله عليه، فاطمة بنت أسد، أما الصديقة الكبرى ففي سنة أيوب زوجته حية، فاطمة لها الكرة والكرة مع علي. ماذا نقرأ في قرآنهم؟ في سورة الرحمن في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان، ماذا يقولون في تفسيرهم في تأويلهم؟ علي وفاطمة بحران عميقان من العلم، لا يبغي أحدهما على الآخر، فعلي كفء فاطمة وفاطمة كفء علي. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بحران عميقان. هذه معارض كلامهم. أمير المؤمنين ليس محتاجا أن يتحدث عن سنة جرت في أيوب، هو يريد أن يوضح لنا المطالب، هو يريد أن يبين لنا تفاصيل من شؤون رجعاته وكراته. مثلما جعل النبي منزلة علي في حديث المنزلة كمنزلة هارون من موسى، فأين هارون من علي؟ بل أين موسى من علي؟ لكن هذه المعاني يؤتى بها وسيلة إيضاح، إنها أمثلة تقرب المعاني، والأمثلة تضرب ولا تقاس. فاطمة هي القيمة، ولست أنا الذي قلت وذلك دين القيمة، الذي قال ذلك هو الله سبحانه وتعالى في سورة البينة: وذلك دين القيمة، نسب الدين إلى القيمة، فحينما نسب الدين إلى القيمة وجعل الدين الذي هو دينه سبحانه وتعالى، جعل دينه دين القيمة، لا أستطيع أن أتصور وجود الدين من وجودها، خصوصا وأنها بهذه الصفة، بصفة القيمة. لو كان الوصف وذلك دين الطاهرة، وذلك دين العالمة، وذلك دين المعصومة، وذلك دين الفاضلة، يمكننا أن نتصور وجود الدين على الأرض من دون وجودها على الأرض، لكن الدين حين أضيف إلى القيمة وقيد وجوده بقيمة، فلا بد أن تكون القيمة موجودة،
ماذا تقولون؟ قيمة، قيمة لابد أن تكون قائمة موجودة مشرفة. كما قلت لكم، لو أن التعبير جاء هكذا: وذلك دين المعصومة، دين الطاهرة، دين العالمة، حتى لو جاء التعبير: وذلك دين فاطمة، وذلك دين الزهراء، يمكننا أن نتصور وجود الدين على الأرض من دون وجودها على الأرض. ولكن حين جاء التعبير: وذلك دين القيمة، لا نستطيع أن نتصور الدين كما يريده الله من دون وجود القيمة المشرفة عليه. وذلك دين القيمة. وزوجة أيوب كانت قيمة عليه، قيمة عليه في جهة صحته وشؤونه والإنفاق عليه. أنا لا أريد أن أذهب كثيرا في قصة أيوب، لكن اللقطة التي يشير إليها أمير المؤمنين هي رجوع الأموات من أسرته ومن عائلته، الذين ماتوا قبل البلاء والذين ماتوا بعد البلاء، رجعوا جميعا أحياء وعاشوا معه، وعاشوا لفترة طويلة، عاشوا مرفهين منعمين. مرج البحرين يلتقيان، علي وفاطمة بحران عميقان من العلم، يلتقيان يلتقيان في كل المقامات وفي كل الدرجات وفي كل المراتب وفي كل الكرات. فعلي كفء فاطمة، وفاطمة كفء علي صلوات الله وسلامه عليهما. لو كان الحديث عن شأن الصديقة الكبرى في الرجعة لبسطت لكم القول، لكنني أشرت إشارة سريعة وأدع هذا إلى مناسبة أخرى. نذهب إلى فاصل. يا حسين عريض الحسين يجروحك، يا حسين من غصب علي، يا حسين عريض الحسين يجروحك، يا حسين من غصب علي، بعت بي وعراوي كبدتي بمعي العين، وابدي لك شيء وادري الكهان جاكي من لك نصين، يا روح الزيتي وادري الكهان جاكي مديلي لك نصين، يا روح الزيتي فجعت عيني من طيحت عن غبرة، فجعت عيني من طيحت عن غبرة، والما بي كبدت كبديك معلق من طيحت
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. من هم هؤلاء الذين كفروا؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. من هم هؤلاء؟ هذا يعود بنا إلى سورة المائدة وإلى الآية 67 بعد البسملة، إنها آية الغدير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء هم الكافرون، وهذا الكفر هو ألعن الكفر في الكتاب الكريم. لماذا؟ لأن الآية قالت وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ماذا في الرسالة؟ التوحيد، النبوة، القرآن، كل تفاصيل القرآن، كل شيء في الرسالة. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالكفر ببيعة الغدير هو أشد من الكفر بالرسالة بكل تفاصيلها، أشد من الكفر بالتوحيد. الآية واضحة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما هو التوحيد؟ أول عنوان من عناوين الرسالة. فإن لم تكن بيعته الغدير فليس هناك من رسالة، التي التوحيد جزء منها. سيكون حينئذ الكفر بالغدير أشد من الكفر بالتوحيد ومن الكفر بالرسالة بكل تفاصيلها من دون بيعة الغدير. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الذين كفروا ببيعة الغدير هؤلاء هم الذين تتحدث هذه الآية عنهم، بل كل القرآن حينما يتحدث عن الكافرين فإنه يتحدث بالدرجة الأولى عن أولئك الذين كفروا ببيعة الغدير. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ماذا جاء في أحاديثهم؟ ماذا جاء في تفسيرهم الذي بايعنا عليه في الغدير؟ وهنا أعلن براءتي من تفاسير نواصب السقيفة، وأعلن براءتي من تفاسير نواصب النجف، ابتداء
من تبيان الطوسي وانتهاء بأي شيء صدر من النجف من مراجع النجف وكربلاء في تفسير القرآن، وصدر من خطبائهم السفهاء الذين يفسرون القرآن بتفسير الفخر الرازي وأمثاله. ماذا جاء في حديثهم؟ إنني أقرأ عليكم من مختصر البصائر بحسب الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة 89 من حديث طويل. بدأ هذا الحديث في الصفحة 87، إنه الحديث 55 بسنده عن جابر الجعفي عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن يقول الحديث: قال جابر الجعفي، إنه صاحب أسرار الرجعة، قال جابر: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه، قال أمير المؤمنين صلوات وسلام بلا انقطاع على سيد الأوصياء، قال أمير المؤمنين في قول الله عز وجل، الآية التي قرأتها عليكم من سورة الحجر، إنها الآية 2 بعد البسملة: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. والآية التي بعدها وهي 3 بعد البسملة من سورة الحجر: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ماذا قال سيد الأوصياء في هذه الآية؟ قال: هو أنا إذا خرجت أنا وشيعتي في كرة من كراته. ما عنواننا؟ رجعة الأئمة. وأبرز رجعات الأئمة هي رجعات سيد الأوصياء. لذا فإنني أأخذ لكم لقطات من رجعاته صلوات الله وسلامه عليه. ما حدثتكم به قبل قليل من كلام أمير المؤمنين فيما يرتبط بسنة أيوب النبي التي تجري فيه صلوات الله عليه، يرتبط بالدولة العلوية الكبرى، لكنني أردت أن أشير إلى رجعة الصديقة الكبرى. وحين أقول أشير إلى رجعتها، لأن الكلام عن رجعة الأئمة هي قائمة موجودة، وإنما أتحدث عن رجعتها باعتبار أنني أتحدث عن رجعة الأئمة، وهي أحد أئمة الأئمة الثلاث. نحن عندنا وهي أحد أئمة الأئمة الثلاثة، نحن عندنا 3 أئمة للأئمة: محمد وعلي وفاطمة. وفاطمة هي القيمة على طول الخط، هي القيمة في كل الكرات والرجعات.
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الأمير يقول هو أنا إذا خرجت أنا وشيعتي، وخرج عثمان بن عفان وشيعته، ونقتل بني أمية. فعثمان هو عنوان لبني أمية، ونقتل بني أمية. فعندها يود الذين كفروا، كفروا بأي شيء؟ ببيعة الغدير. فعندها يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إنها لقطات وصور واضحة وواضحة جدا من رجعات علي، ومن كرات علي، ومن لقطات المقطع الزماني في عصر الرجعة العظيمة الذي ستتحقق فيه رجعة الأئمة. كلهم سيعودون، سيعودون إماما إماما. فاطمة هي القيمة، وعلي له كرة وكرة، ورجعة ورجعة. وكراته قد يكون عامة الناس ملتفتين إليها، وقد لا يكونون كذلك، إنما خواص شيعته هم الذين يلتفتون إلى ذلك. قطعا أهل بيته في رأس القائمة. آخر رجعة في هذا العصر هي رجعة إمام زماننا، إنه العصر القائمي الثاني، وسيمتد طويلا. سيمتد العصر القائمي الثاني، سيمتد طويلا. ماذا نقرأ في زيارات إمام زماننا في مفاتيح الجنان؟ أتمنى عليكم أن تلتفتوا بدقة وعناية لما سأقرأه عليكم في هذا النص وفي النصوص التي تليه. الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان، الكتاب المتوفر في بيوتكم، وهذه الزيارة زيارة صاحب الأمر التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. ماذا نقرأ فيها؟ أتمنى أن تدققوا النظر معي. مولاي، الخطاب مع صاحب الأمر، مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك، أن أموت في هذه اللحظة، أن أموت يوم غد قبل ظهور إمام زماننا. هكذا يقرأ الزائر في هذه الزيارة الشريفة. مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك. الظهور هنا والحديث هنا عن العصر القائمي الأول الذي مر الكلام عنه. العصر القائمي الأول بدايته من يوم الخلاص، من يوم الظهور الشريف، حيث يكون الإعلان من مكة، من عند الركن والمقام. مولاي فإن أدرك، مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك
فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي كرة، أنا سأكون من أصحاب الكرة متى؟ في ظهوره. هذه لقطات من الرجعة العجيبة، إنها رجعة الشيعة زمان ظهور إمامنا في العصر القائمي الأول. الرجعة العظيمة هي رجعتهم، والرجعة العجيبة هي رجعة شيعتهم. وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك، لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي، إنه الثأر الحسيني في مرحلته الأولى. لأبلغ من طاعتك مرادي وأشفي من أعدائك فؤادي، هذا هو الثأر الحسيني في المرحلة الأولى في العصر القائمي الأول قبل الكرة الحسينية الأولى. مر الحديث عن هذا. فالزيارة تتحدث في هذه المضامين. ماذا جاء فيها؟ مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي أنا، وأن يجعل لي كرة في ظهورك، ليس في كرتك، كرة في ظهورك، ورجعة لي أنا في أيامك، في أيام العصر القائمي الأول، لأبلغ من طاعتك مرادي إلى آخر الزيارة الشريفة. هذا ما جاء في هذه الزيارة. ماذا جاء في زيارة السرداب الشريف، وهي زيارة لإمام زماننا أيضا، لكنها تكون عن قرب حينما نذهب لزيارة السرداب المبارك في سامراء؟ هذا هو مصباح الزائر للسيد ابن طاووس، وهو كتاب معروف من كتب الزيارات، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، الطبعة الأولى 1417 هجري قمري. السيد ابن طاووس متوفى سنة 664. إنني أتحدث عن السيد رضي الدين ابن طاووس، فنحن عندنا جمال الدين ابن طاووس، وعندنا غياث الدين ابن طاووس، وعندنا غيره. إنني أتحدث عن السيد رضي الدين ابن طاووس، إنه صاحب كتب الأدعية والزيارات، مصباح الزائر. ماذا نقرأ في صفحة 424 من زيارة طويلة تبدأ في صفحة 418؟ فامض إلى السرداب المقدس وقف على بابه وقل، إلى بقية الطقوس والتفاصيل في زيارة إمام زماننا. نقرأ في صفحة 424 من هذه الزيارة. ووفقني يا ربي للقيام بطاعته والمثوى في خدمته،
الضمير يعود على الحجة بن الحسن صلوات الله عليه. ووفقني يا ربي للقيام بطاعته والمثوى في خدمته والمكث في دولته واجتناب معصيته، فإن توفيتني اللهم قبل ذلك فاجعلني يا ربي في من يكر في رجعته. هذا دعاء لكي نكر في العصر القائمي الثاني. قارنوا بين ما قرأته عليكم من الزيارة التي قرأتها عليكم من مفاتيح الجنان، وأن يجعل لي كرة في ظهورك يا صاحب الأمر ورجعة في أيامك، أن يجعل لي كرة أنا في ظهورك. متى؟ فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإنني أتوجه إلى الله بالدعاء، وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك. بينما هنا فاجعلني يا ربي في من يكر في رجعته ويملك في دولته ويتمكن في أيامه ويستظل تحت أعلامه. الدعاء هنا يتحدث عن العصر القائمي الثاني. فإن توفيتني اللهم قبل ذلك فاجعلني يا ربي في من يكر في رجعته ويملك في دولته. فإن توفيتني قبل ظهوره، فهنا الداعي لا يدعو برجعة في العصر القائمي الأول، وإنما يدعو برجعة في العصر القائمي الثاني. لماذا؟ لأن العصر القائمي الثاني سيكون أطول وأطول وأطول. هذا لا يعني أن الراجعين جميعا سيكونون بنفس عمر الإمام صلوات الله عليه، وإنما أجيال تموت وأجيال تأتي، قد تطول الأعمار وتطول الأعمار كثيرا، لكن هذا لا يعني أن الراجعين ستكون أعمارهم كأعمار الأئمة في فترات رجعاتهم وكراتهم. أعود إلى مفاتيح الجنان وإلى الصلاة المندوبة التي يستحب أن تصلى في يوم دحو الأرض، وهو 25 من شهر ذي القعدة. اليوم 25 من شهر ذي القعدة معروف في ثقافتنا الدينية الشيعية من أنه يوم دحو الأرض، يستحب صيامه. هناك أعمال، من جملة الطقوس والأعمال صلاة تؤدى في يوم
دحو الأرض مذكورة في مفاتيح الجنان. عودوا إلى هذا العنوان أعمال شهر ذي القعدة. هناك دعاء يقرأ بعد التسليم، ماذا جاء في هذا الدعاء؟ أتمنى عليكم أن تلتفتوا إلى عبائره. مر علينا في الحلقة الماضية من أن حوض الكوثر موجود في الدنيا قطعا في مرتبة من مراتبه، فحوض الكوثر سيكون أيضا في عرصات القيامة الكبرى، وهو موقف من مواقف القيامة الكبرى، موقف الورود، الورود على الحوض، موقف الورود، موقف الورود، موقف الورود هو ورود على حوض الكوثر، ورود على محمد وعلي على حوض كوثرهم. ولكن في الدنيا في عصر الرجعة العظيمة سيتجلى حوض الكوثر في زمان الدولة العلوية الكبرى. مر هذا علينا في الحلقة الماضية. ماذا نقرأ في الدعاء الذي يقرأ بعد التسليم من الصلاة المندوبة في يوم دحو الأرض؟ اللهم وأوردني حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله واسقني منه مشربا رويا سائغا هنيئا لا أظمأ بعده ولا أحلأ ورده ولا عنه أذاد. من هو الذائد؟ مرت علينا الرواية حينما سأل عامر بن واثلة أبا الطفيل، حينما سأل عامر بن واثلة أبو الطفيل أمير المؤمنين عن حوض رسول الله أين هو، فقال هو موجود في الدنيا. وحينما سأله من الذائد عليه، من الذائد عنه، فأشار أمير المؤمنين قال أنا الذي أذود عنه بيدي هذه. اللهم وأوردني حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله واسقني منه مشربا رويا سائغا هنيئا لا أظمأ بعده ولا أحلأ ورده، لا أحلأ لا أمنع لا أطرد، ولا عنه أذاد، واجعله لي خير زاد. هذا يعني أنه سيكون في الدنيا، سيكون خير زاد له يحمله معه إلى القيامة. فالزاد يكون في الدنيا. أتذكر بيتين بحسب ما عندنا من الأخبار كتبهما أمير المؤمنين على كفن سلمان حينما جاءه من المدينة إلى المدائن ودفنه، فكتب بيتين على كفن سلمان: وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم، وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. فالزاد يحمل من هذه الدنيا. تزودوا تزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا المضمون يتردد في كلمات نبينا وكلمات أئمتنا: تزودوا تزودوا.
من بعد السفر وطول الطريق وقلة الزاد. كلمات الأمير. هذه المضامين واضحة جدا، وهذه التعابير بينة جدا. فالزاد ينتمي إلى الدنيا، إن كان في عصر الغيبة، إن كان ذلك في عصر الظهور، إن كان في عصر الرجعة، حتى لو كان في عصر جنة الدنيا في زمان الدولة المحمدية العظمى. فإن الناس يتزودون هنا في هذه الدار، هذه دار التزود، وأفضل زاد خدمة إمام زماننا. لو لم يكن هذا صحيحا لما قال إمامنا الصادق: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. هذه كلمة إمامنا الصادق بحاجة أن نتذكرها دائما: لو أدركته، لو أدركت القائم لخدمته أيام حياتي. خير الزاد خدمة صاحب الأمر، ولن نستطيع أن نخدم صاحب الأمر من دون أن تكون العقيدة السليمة قد استقرت في عقولنا وقلوبنا. عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك، وبعد ذلك عودوا إلى هذه الحلقات، إلى حلقات هذا هو الحسين. هذه هي العقيدة السليمة. يمازج العقيدة السليمة في القلوب ومع القلوب. إنه الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وزيارة من بعيد. إذا أردتم أن تزوروا الحسين من بعيد فقولوا ثلاثا: وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. أعود إلى الدعاء الذي بين يدي: اللهم وأوردني حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله، واسقني منه مشربا رويا سائغا هنيئا، لا أظمأ بعده ولا أحلأ ورده ولا عنه أذاد، واجعله لي خير زاد وأوفى ميعاد. وأوفى ميعاد، الميعاد هو الملتقى في عرصات القيامة. وأوفى ميعاد، الدعاء يتحدث عن الدنيا، فإننا نبحث عن زاد هنا ونبحث عن ميعاد يكون جميلا، عن ميعاد يكون مريحا. وأوفى ميعاد، واجعله لي خير زاد وأوفى ميعاد يوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد، هذا هو يوم القيامة بالضبط، مثلما جاء التعبير في سورة غافر في الآية 51 بعد البسملة، وقد قرأتها عليكم فيما مر علينا من الحلقات: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في الحياة الدنيا في الرجعة، ويوم يقوم الأشهاد في القيامة. التعابير هي التعابير،
قرآنهم حديثهم مثلما وعدتكم لن أخرجكم من سياج ثقافة مثلما وعدتكم لن أخرجكم من سياج ثقافة الكتاب والعترة. واجعله لي خير زاد وأوفى ميعاد متى؟ يوم يقوم الأشهاد. فالدعاء هنا يتحدث عن الرجعة، لكنكم لا تفقهون المعاني. لماذا؟ لأنكم لستم من شيعة علي وآل علي. لو كنتم من شيعة علي وآل علي لتثقفتم بثقافة بيعة الغدير، ولفهمتم هذه المضامين، لكنكم ثقفتم بثقافة النواصب. لماذا؟ لأنكم شيعة المراجع، ومراجع النجف وكربلاء هم نواصب الشيعة، هكذا يصفهم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والدليل هو هذا. عودوا إلى أصحاب العمائم وسألوهم عن مضامين هذه الأدعية، لا يفقهونها، لا يعرفون أسرارها، لا علاقة لهم بثقافة العترة لا من قريب ولا من بعيد. ثقافتهم قمامة ناصبية، رؤوسهم مشحونة بقذارات النواصب. المشكلة رؤوس المراجع، رؤوس المراجع هي التي ملئت بقمامة النواصب، وهم يفرغون هذه القمامة في رؤوس وكلائهم وخطبائهم وأتباعهم ومقلديهم، ومن قمامة إلى قمامة، ومن مزبلة إلى مزبلة. هذا هو واقع مراجع النجف وكربلاء، وواقع حوزة النجف، وواقع الشيعة عموما، وواقعكم أنتم الذين تسمون أنفسكم خداما للحسين. ما هي هذه الأدعية لعامة الشيعة؟ فهل أن الأئمة يقدمون لشيعتهم أدعية لا يستطيعون فهمها؟ أبدا، لأنهم هم الذين قالوا لنا: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ كيف يتحقق التدبر من دون أن تكون ثقافة عامة متوفرة بين الشيعة؟ لكننا ماذا نصنع للطوس وحوزته الناصبية التي نشرت ثقافة ناصبية، وهم أنفسهم مراجعكم الذين تقلدونهم وحق الحسين لا يفقهون هذه الأدعية ولا يعرفون مضامينها؟ وإنني أقول ذلك عن يقين قطعي. لماذا؟ لأنهم لا يفقهون شيئا من ثقافة العترة الطاهرة، ولو كان عندهم شيء لبان، لو كان لبان، لبان في كتبهم، لبان في دروسهم، لبان في أحاديثهم، لبان على ألسنة وكلائهم، لبان على ألسنة خطبائهم، لظهر في برامج فضائياتهم. فلماذا كل الذي يظهر منهم وينضح عنهم، كل الذي يأتينا منهم قذارة في قذارة في قذارة، قمامة في قمامة في قمامة، هي أبعد ما تكون عن ثقافة الكتاب والعترة؟ هذا هو الموجود في حوزة النجف وفي كتبهم وفي دروسهم وفي مناهجهم وفي فضائياتهم وفي كل شأن من شؤونهم. أعيد قراءة هذا المقطع من الدعاء الشريف: اللهم وأوردني حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله، واسقني منه مشربا رويا سائغا هنيئا، لا أظمأ بعده ولا أحلأ ورده ولا عنه أذات، واجعله لي خير زاد وأوفى ميعاد
يوم يقوم الأشهاد. فهذا الزاد نأتي به من دنيانا، وهذا الميعاد نأخذه وقتا وميعادا من دنيانا، إلى أن يقول الدعاء: اللهم وعجل فرج أوليائك واردد عليهم مظالمهم وأظهر بالحق قائمهم. الحديث عن العصر القائمي الأول. اللهم وعجل فرج أوليائك واردد عليهم مظالمهم وأظهر بالحق قائمهم، واجعله لدينك منتصرا وبأمرك في أعدائك مؤتمرا. إنه العصر القائمي الأول، ولكن الدعاء بعد ذلك ينتقل إلى العصر القائمي الثاني. اللهم صلي عليه وعلى جميع آبائه واجعلنا من صحبه وأسرته وابعثنا في كرته. هذه كرة، تقدم الحديث عن ظهور وأظهر بالحق قائمه. انتقل الحديث إلى العصر القائمي الثاني. تلاحظون كم للرجعة من مدخلية في الآيات وفهمها، وفي الأدعية وفهمها، وفي الزيارات وفهمها. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ هذا يعني أن من دون عقيدة الرجعة لا خير فيها، وأن قراءة الأدعية والزيارات من دون عقيدة الرجعة لا خير فيها، لا تستطيعون أن تتدبروا فيها بشكل صحيح. والعبادات لا خير فيها باطلة من دون عقيدة الرجعة. ومر علينا أن عقيدة الرجعة في صلواتنا الواجبة اليومية تبدأ من تكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم. مر كل هذا علينا في الحلقات المتقدمة. اللهم صلي عليه، على الحجة ابن الحسن، وعلى جميع آبائه الذين رجعوا وكروا في رجعاتهم وكراتهم قبل رجعته وكرته. اللهم صلي عليه وعلى جميع آبائه واجعلنا من صحبه وأسرته وابعثنا في كرته، حتى نكون في زمانه من أعوانه في العصر القائمي الثاني. اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه. رجع الدعاء إلى العصر القائمي الأول. وصلي عليه واردد إلينا سلامه، واردد إلينا سلامه في عصر الغيبة، واردد إلينا سلامه. الكلام هنا عن عصر الغيبة، فالترتيب في هذه العبائر بدأ بالعصر القائمي الثاني، ثم انتقل الكلام إلى العصر القائمي الأول، ثم إلى الغيبة. اللهم صلي عليه وعلى جميع آبائه واجعلنا من صحبه وأسرته وابعثنا في كرته، حتى نكون في زمانه من أعوانه. هذا العصر القائمي الثاني. اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه. هذا العصر القائمي الأول، الظهور.
وصلي عليه واردد إلينا سلامه. هذا هو عصر الغيبة، لأننا في العصر القائمي الأول سنشهد أيامه وسندرك قيامه فنكون على مقربة منه، أما في عصر الغيبة فإننا لا نستطيع أن نسلم عليه بشكل مباشر. وصلي عليه واردد إلينا سلامه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. هذا ما جاء في الدعاء الذي يقرأ عقيب تسليم الصلاة المندوبة في يوم دحو الأرض. تلاحظون أن الرجعة وأن الحديث عن الكرة في كل جنبات ديننا. هؤلاء المراجع الأغبياء والوكلاء الثولان والخطباء السفهاء هم الذين لا يعرفون موقع عقيدة الرجعة في دين محمد وآل محمد. لماذا؟ لأنهم ليسوا على دين محمد وآل محمد، وإنما هم على دين الطوسي وأهل الطوسي، على دين الخوئي وآل الخوئي، على دين السيستاني وأهل السيستاني، ما هم على دين محمد وآل محمد. هذا دين الشوافع ودين المعتزلة، هذا دين سيد قطب، هذا دين الفخر الرازي الذي ربكم عليه الوائلي. هذا هو واقعنا الشيعي. أما تربية أئمتنا فهي هذه، هذه آياتهم من قرآنهم بتفسيرهم، وهذه زياراتهم، وهذه أدعيتهم وصلواتهم وعباداتهم. فهذا الدعاء الذي قرأت عليكم ما قرأت من هو جزء من صلاة مندوبة في يوم دحو الأرض. نذهب إلى فاصل.
هذا هو الجزء الرابع من الكاف الشريف، وهذه طبعة دار التعارف بيروت لبنان صفحة 164. الحديث الرابع مما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والخطاب موجه لي ولكم. تكرر في ليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال في ليلة القدر. الأئمة هكذا يعلموننا. تكرر في ليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء في كل الليلة ساجدا وقائما وقاعدا، إنه تطبيق عملي في إطار الدعاء والعبادة لما قاله إمامنا الصادق: لو أدركته لخدمته أيام حياتي. إنها عبادة في محضر فنائه المطهر في كل ثانية من الثواني. تكرر في ليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال. على كل حال، أكنت قد تمددت على فراشك؟ أم كنت في بيت الخلاء لقضاء حاجتك؟ وعلى كل حال، وهذا يذكرنا بقاعدة الذكر. قاعدة الذكر إنها القاعدة التي وردتنا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: ذكر الله حسن على كل حال. هذه هي القاعدة التي تعرف بقاعدة الذكر: ذكر الله حسن على كل حال. هذه كلماتهم وهذه آدابهم. تكرر في ليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال. وفي الشهر كله، في شهر رمضان من أوله إلى آخره، وفي الشهر كله. وكيف أمكنك، وكيف أمكنك؟ أكنت على وضوء أم لم تكن؟ أكنت متمددا على فراشك أم كنت تعمل بيديك؟ كنت منشغلا بعمل من الأعمال. وعلى كل حال، وفي الشهر كله، وكيف أمكنك؟ ومتى 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 حضرك من دهرك؟ متى حضرك من دهرك؟ يعني في أي وقت من أوقات عمرك كله. ومتى حضرك من دهرك؟ تقول بعد تحميد الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله: اللهم كن لوليك فلان ابن فلان، لوليك الحجة ابن الحسن، في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا وقائدا وعونا، وفي نسخة وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
فيها طويلة. النص المحفوظ هو النص الأصل، لكن هكذا جاء مطبوعا فحدث تقديم وتأخير، وإلا في مصادر كتب الأدعية القديمة التي نقلت عن الكافي وغيره إنها الصيغة المتداولة على الألسنة في المساجد والحسينيات. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. هذا الدعاء الذي يراد من الشيعي أن يكون ذاكرا له دائما وأن يكون مصاحبا له على طول الخط وعلى كل حال وفي الشهر كله، وكيف أمكنك ومتى حضرك من دهرك. هذا الدعاء فيه إشارة إلى العصر القائمي الأول وفيه إشارة إلى العصر القائمي الثاني. حتى تسكنه أرضك طوعا، هذا هو العصر القائمي الأول وسيكون قصيرا بالقياس إلى العصر القائمي الثاني الذي سيكون طويلا. حتى تسكنه أرضك طوعا، وهذا العصر عصر فيه حروب وفيه المرحلة الأولى من الثأر الحسيني على يد قائم آل محمد صلوات الله عليه. فلذا جاء التعبير حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، ذلك هو عصر الرخاء الذي سيكون أكثر رخاء من العصر القائمي الأول، مع أن العصر القائمي الأول سيكون صعبا في بداياته، لن يكون ذلك الأمر حتى نمسح نحن وأنتم. أئمتنا هكذا قالوا لنا، إمامنا الباقر، إمامنا الصادق، حتى نمسح نحن وأنتم، نحن آل محمد وأنتم شيعتهم، حتى نمسح نحن وأنتم العلق والعرق. لكن الرخاء سيكون بعد ذلك. فترة الحرب في العصر القائمي الأول ما هي بطويلة، فترة السلام وعصر الرخاء ستكون أطول، إلا أن الرخاء الأعظم سيكون في العصر القائمي الثاني. حتى تسكنه أرضك طوعا، العصر القائمي الأول وتمتعه فيها طويلة، العصر القائمي الثاني. رواية مهمة جاءت في مختصر البصائر، إنها الطبعة التي قرأت عليكم منها في هذه الحلقة وفي الحلقات المتقدمة، في الصفحة 90، إنه الحديث 57 بسنده عن بريدة الأسلمي، وبريدة هذا من أصحاب رسول الله، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. عن بريدة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
كيف أنت إذا استيأست أمتي من المهدي؟ فصحابة النبي كان النبي يحدثهم عن المهدي، ولذا في كتب المخالفين هناك الكثير من الأحاديث عن قائم آل محمد. لا شأن لنا كم حرفوا كم زوروا منها، لا شأن لنا بفهمهم لها، ولكن هناك الكثير من الأحاديث موجودة في كتبهم وصحاحهم. النبي يقول لبريدة الأسلمي: كيف أنت إذا استيأست أمتي من المهدي؟ فيأتيها مثل قرن الشمس، وفي بعض النسخ مثل قرص الشمس، وقرن الشمس أعلاها حينما تشرق، فأول ما يشرق من الشمس يقال له قرن الشمس، وفي نسخة قرص الشمس. فيأتيها مثل قرن الشمس يستبشر به أهل السماء وأهل الأرض. فقلت: يا رسول الله، بعد الموت؟ فقال: والله إن بعد الموت هدى وإيمانا ونورا. قلت: يا رسول الله، أي العمرين أطول؟ قال: الآخر بالضعف مضاعف. هناك من فهم الرواية فيما يرتبط بالعصر القائمي الأول وبالعصر القائمي الثاني، فالمراد أي العمرين أطول؟ أي العمرين بالنسبة للعصر القائمي الأول وللعصر القائمي الثاني؟ هذا الاحتمال وارد، خصوصا إذا قدرنا أن الرواية جاءت في سياق له تفصيل لم يذكر هنا، لأن الرواية هكذا بدأت: كيف أنت إذا استيأست أمتي من المهدي؟ لابد أن يكون قد ذكر كلام مفصل بخصوص هذا الموضوع حتى وصلنا إلى هذه العبارة. لكننا إذا أخذنا الرواية مقتضبة بالألفاظ الموجودة التي قرأتها عليكم، الذي يظهر منها أن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى أن عمر الراجعين سيكون طويلا، سيكون مضاعفا. فقلت: يا رسول الله، بعد الموت؟ يعني هل هناك شيء بعد الموت؟ هل هناك حياة؟ هل هناك رجعة؟ فقال: والله إن بعد الموت هدى وإيمانا ونورا، إنها الرجعة العظيمة. فالرجعة هي عالم الهدى وعالم الإيمان والنور. قلت: يا رسول الله، أي العمرين أطول؟ قال: الآخر
بالضعف مضاعف. ظاهر الرواية بحدود ألفاظها تتحدث عن أعمار الراجعين، لكننا إذا نظرنا إلى بدايتها ودققنا فيها، الرواية جاءت مجتزأة مبتورة، هناك كلام كثير لابد أنه ذكر حتى وصل كلام رسول الله إلى هذه النقطة. وحينئذ إذا نظرنا إلى الرواية بهذا المنظار وقدرناها بهذا التقدير، فالاحتمال الذي احتمله المحتملون من أن الرواية تتحدث عن العصرين، العصر القائمي الأول والعصر القائمي الثاني، يمكن أن يكون الاحتمال صحيحا ويأتي منسجما مع المضامين التي قرأتها عليكم من الزيارات والأدعية والروايات التي عرضتها بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. انت الامل ظلت تعاني الزمن، انت الامل ظلت تعاني الزمن، ولني على ثوب العرس تلبس جفن. انت الامل ظلت تعاني الزمن، ولني على ثوب العرس تلبس جفن. ياتي الزمن والامل ويانا يا ابني انخطف لوني، ياتي الزمن والامل ويانا يا ابني انخطف لوني، وادعيك نشبعت انت ضير يا وعد، وادعيك نشبعت انت ضير يا إذا ما انتهى العصر القائمي الثاني وهو عصر طويل جدا، هذا هو الذي نستطيع أن نتلمسه من المعطيات المتوفرة لدينا بخصوص تفاصيل وأسرار عصر الرجعة العظيمة. أكثر المعطيات ليست متوفرة، قلت لكم في الحلقات الماضية من أن آلافا مؤلفة من الأحاديث في عقيدة الرجعة
قد ضيعت، ضيعها الذين ضيعوها. ما بأيدينا من المعطيات والتي هي الأخرى لم تسلم من العبث والتحريف المتعمد، ربما وقع فيها تصحيف ليس متعمدا، فهذا الاحتمال قائم على أي حال، لكنني من خلال خبرتي بالواقع الشيعي وبالمكتبة الشيعية وبكتب الحديث ومن خلال خبرتي بطريقة تعاملي مراجعي وعلماء الشيعة خصوصا فيما يرتبط بحديث أهل البيت، فإنهم لا يتورعون عن العبث بأحاديث أهل البيت لأنهم لا يعتقدون بصحتها ويحاولون أن يرضوا النواصب بأية طريقة حتى لو أدى ذلك إلى تضييع أحاديث أهل البيت التي لا يرضى عنها النواصب، وبسببها يسخرون من الشيعة مثلا. حكاية معقدة ولا أريد أن أخوض فيها. وإلى يومنا هذا مراجع النجف ومراجع قوم يفعلون هذا الأمر. إذا ما وصلنا في حلقات برنامج الخاتمة إلى الموضوع الذي وعدتكم أن أحدثكم عنه، تأريخ حديث أهل البيت، فإنني سآتيكم بالوثائق والحقائق والشواهد والأدلة، سأضعها بين أيديكم إن كان ذلك من الأزمنة السابقة أو كان ذلك في زماننا المعاصر الذي نعايشه الآن ونعيشه الآن. على أي حال، هذا خارج عن موضوع هذه الحلقات. بعد انتهاء العصر القائمي الأول تأتي الرجعة الحسينية الأولى، وبعد انتهاء الرجعة الحسينية الأولى يبدأ عصر رجعة الأئمة، وهو عصر طويل جدا للأمير، فيه رجعات وكرات، وتبدأ الرجعة برجعة إمامنا الحسن. قطعا رجعة الأمير موجودة على طول الخط، فهو صاحب الرجعات وصاحب الكرات، وتنتهي بإمامنا القائم في العصر القائمي الثاني. بعد انتهاء العصر القائمي الثاني تأتينا مرحلة هرج الرجعة، إنها مرحلة اضطراب، إنها مرحلة تقلب الأحوال. نجد تحديدا لها في بعض الروايات خمسون سنة. ما المراد من 50 سنة؟ بسني الرجعة
التي قد تختلف عن سنية عصر الظهور. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل الصغيرة التي لم تعقد هذه الحلقات لأجلها. خمسون سنة هكذا ورد في بعض الروايات مدة هرج الرجعة، وبعد هذا الهرج تأتي كرة الحسين الثانية، الكرة التي سيتحقق القتل الثاني لسيد الشهداء. حديثنا عن المدد الزمانية إن كان لمرحلة هرج الرجعة أو حتى للعصر القائمي الأول أو حتى للكرة الحسينية الأولى، هناك تقديرات بالأرقام لتلك الفترات الزمانية، هناك تقدير بالأرقام لتلك الفترات الزمانية إن كان للعصر القائمي الأول أو كان للكرة الحسينية الأولى، للرجعة الحسينية الأولى، أو كان للكرة الحسينية الثانية، أو كان لفترة الهرج، فترة هرج الرجعة، أو لسائر المقاطع الأخرى من مقاطع عصر الرجعة العظيمة. هذه التقديرات الزمانية وهذه الأرقام نجدها قد تختلف من رواية إلى رواية أخرى. قد يقول قائل سبب الاختلاف مرده إلى الرواة، إلى التصحيف، إلى الاشتباه في النقل، إلى النساخ. هذا الاحتمال يمكن أن يكون صحيحا، لكنني لا أرجحه، لأنني إذا ما نظرت إلى الروايات التي تتحدث في شؤون الغيبة الطويلة، خصوصا حينما يكون الكلام عن علائم الظهور وحتى عن العلائم الحتمية، فهناك تقديرات زمانية تختلف من رواية إلى رواية أخرى لواقعة واحدة، لموضوع واحد، لحدث واحد. وهذا الأمر يتكرر أيضا في الروايات التي تحدثنا عن وقائع وأحداث وشؤون عصر الظهور، وهو يتكرر في الروايات والأحاديث التي تحدثنا عن شؤون وتفاصيل عصر الرجعة العظيمة. إذن هذه القضية ما هي بقضية تحريف أو تصحيف من قبل الرواة، من قبل النساخ. هذا الأمر يتكرر بشكل واضح في روايات شؤون الغيبة، وفي روايات شؤون الظهور، وفي روايات شؤون الرجعة. بالنسبة لي لا أجد له فهما إلا أن أفهمه في سياق قانون البدء، فقانون البدء هو القانون الأعلى الذي تخضع له جميع القوانين.
قانون الطينة وهو أصلب القوانين في النشأة والتكوين هو الآخر يخضع لقانون البداء. قانون الأصلاب والأرحام وهو قانون يتفرع عن قانون الطينة وهو قانون صلب قوي هو الآخر يخضع لقانون البداء. قانون البداء لا يتفلت منه إلا ما كان من الأحداث والوقائع في مستوى الميعاد. الغيبة لابد أن تقع فهي من الميعاد. البداء قد يتدخل في زمانها، في طولها، في قصرها، قد يتدخل في شؤونها، في تفاصيلها، لكن الغيبة لابد أن تقع. ظهور الإمام من الميعاد لابد أن يقع، لكن التفاصيل ما قبل الظهور، المقدمات التي تؤدي إلى الظهور، وحينما يتحقق الظهور، التفاصيل التي تقع على أرض الواقع يمكن لقانون البداء أن يتدخل فيها وأن يغير فيها. الرجعة من الميعاد وميعادها أقوى من ميعاد الظهور، فالظهور مقدمة، فميعاد ذي المقدمة يكون أقوى من ميعاد المقدمة. الرجعة لابد أن تتحقق. الظهور من الميعاد، وإن الله لا يخلف الميعاد. أيام الله من الميعاد، يوم الظهور، يوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. هذه هي أيام الله التي لا تستقيم العقيدة إلا بالاعتقاد بها. الذي ينكر القيامة الكبرى عقيدته باطلة، عباداته باطلة، دينه باطل، والذي ينكر الرجعة العظيمة كذلك، والذي ينكر الظهور كذلك. عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك، وعودوا إلى شؤون النبوة الخاتمة. من شؤون النبوة الخاتمة الاعتقاد بأيام محمد الثلاثة: يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة. من دون الاعتقاد بأيام محمد فإن عقيدتنا بنبوة نبينا ستكون مخرومة، ستكون باطلة، ستكون ناقصة منقوصة، ستكون منقوضة لا قيمة لها. فالرجعة من الميعاد وقيام القائم من الميعاد وكذلك يوم القيامة من الميعاد. البداء لا يستطيع أن يتدخل فيما هو في مستوى الميعاد. البداء ليس هناك من قانون فوقه إلا ولاية المعصوم. تتذكرون حينما كنت أحدثكم في مجموعة حلقات أعرف إمامك عن القوانين الأربعين في الزيارة الجامعة الكبيرة، أحد هذه القوانين: وذل كل شيء لكم. هذا القانون هو القانون الذي يحكم قانون البدء.
البداء هذا القانون المتسلط على التكوين وعلى التشريع، أعظم قانون. هذا القانون يخضع لهذا القانون، وذل كل شيء لكم. فالرجعة من الميعاد بل درجة ميعادها أقوى من درجة ميعاد قيام القائم. لماذا؟ لأن قيام القائم مقدمة للرجعة. قطعا سيكون ميعاد ذي المقدمة نظريا عقليا، وإلا فإن قيام القائم لا ينفك عن الرجعة بأي وجه من الوجوه. لكنني من جهة تنظيرية أقول من أن ميعاد ذي المقدمة قطعا يكون أقوى من ميعاد المقدمة نفسها، والأمر هو هو. فقائم العصر القائمي الأول هو قائم العصر القائمي الثاني، هو هو صلوات الله وسلامه عليه. إذن المقادير الزمانية التي ترتبط في تفاصيل الوقائع والأحداث، إن كان هذا يرتبط بعصر الغيبة أو كان يرتبط بعصر الظهور بالعصر القائمي الأول، أو كان يرتبط بتفاصيل عصر الرجعة العظيمة، هذه التقديرات الزمانية المختلفة مردها إلى قانون البدء. وقت الحلقة انتهى. للحديث صلة، نتواصل غدا إن شاء الله تعالى. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. زهرائيون نحن يا بقية الله، والعشق كربلائي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.